نهار الجمعة كان عندي الشوش دي باش كنت نخدم الحق لاوت. وليلة الشبت قبل من الشبت عبيت الشوش، عطيت له الماء من البيريج وعمرت له طرو الماء ما يشرب نهار السبت. ومن هناك ما نعرف اش كان عندي، عفشت في المزرعة وقالوا لي مرت شي حاجة كانت تقصني في ظهري وفي الحمين، والمرأة كانت تقول لي ما عندك والو. وداز عليا الشبت واعر وليلة الحد واعر، ونهار الحد المرأة مشات عند الراب وكتب لها شي حاجة في واحد الطيفور وقال لها تعمل فيه تراب النمل والتومة وشي حاجة الربيع، وفي العشية تمحي داك الطيفور بالماء وتدهن لي بدوك الماء ديالو. ومن هناك بريت والحمد لله، ومن هناك بريت. كانوا الربانين دي كانوا عندنا بزاف الناس دي كانوا يكونوا مراد وكانوا يمشيوا لهم ويكتبوا لهم ويبريوهم. وهو كان عنده صفر الخط ولا سفير السيموت كانوا يقولوا له سفير السيموت دي. هو كان يرفض يقرا ليش مدل البنادم ودي أمه وكان يحل المصحف، ومن هناك كان يعطي له الدويات بس يداوي. هو ما من دي حل المصحف قال لا بس نهار الجمعة قبل من الليل عفش في المزرعة، ومن هناك وحيف الشديم هو دي ضربه وهو دابا يبرا من دي الدنلو راه يبرا. وهكذا كان عملت البار ميتسفا للولد الكبير في احدى الدار، ومدي داست البار ميتسفا الولد الصغير مرض لي برجليه وسقسيناه اش عندك، قالك طيحت. مدي جا واحد الطبيب عند الزار ديالنا ديمات، المراه ديالي خرجت للطبيب وقالت له ها مكان غوت الولد. قال له مشي وازي وراه تيزر الرجل. قال له غدا تجيبو عندي الكوبا تحوليم. دي عباتو الكوبا تحوليم صفدو لبير شيبه البتحوليم هناك صبرو. ومن هناك عبيناه الواحد الواحد مسلم في عزة دي هو خطاط وشعل الفخر وعمل وغطاه بليزار بيض، ومن ورا داك الشيش بجوج الحمامات بيضين. وقالنا هاد الولد هذا ما كان عنده والو، هو صبر عينها راع وانا ما نقدرش نداويه، دي داويه هو الطبيب. وعبيناه زيخنونو لبرخا دي بابا صالي كان عايش عود في تيبوت، وبركنا على قرعة الماء وجبنا كنا ندهنوا له بها. والحمد لله من دي الطبيب فتحوا له وعملوا له البلاتينا شي عام وحيدوها له، ودابا بريان وباروخ السيم الحمد لله، حمدنا الله وشكرنا، وانا عايش فرحان مع اولادي. واخا
دي اعتلي الله فرحان به. مدي كنا وليدات في المغرب كنا نسمعوا كانوا يعاودوا لنا بس تما السيدي وما نمشيوش في الظلمه وما نعفشوش في الماء وما نمشيوش حتى نوض على وفي الليل ما نمشيوش نمليو نجيبوا الماء من الساقيه وفي الليل ما نخرجوش على كاين السيدي كنا نسمعوا بالحق كنا نمنو هادشي كانوا يعاودوا لنا الناس ابو تينو دي كانوا قبل منا بالحق شي حاجه اخرى ما سمعناها. طب يش ماشو شي افشار لاصوت نجد شدين شرشرة كمية ماشو ما اصيب يش دبر كذي اليوم تيمشيو عند الرب وتيكتب لهم شي كميه ويعملوا تحت المخده او في عنقه او بنته ولا امراه او رجل وتيامنوا وهذا قبل هنا في اسرائيل ما يقدرش يكونوا السيدين على حقاس كلها بنيه بالحديد وكانوا يقولوا لنا الموضع دي فيه الحديد السيدين ما تيمشيولوش ما تيكونوش فيه كان عندنا الشيح كانوا يدقوه ويفلعونا يكتفوه ويبشوه وفي دي كان يكون عندهم كيف بيت مريض بكرشو ولا بعنقه ولا بشي حاجة كانوا يعملوا له بها تاي ويعطيوا له وكان عندنا الشيبة وكان عندنا النعناع وكان عندنا فليو وكان عندنا العنبر وكل داك الشيء دوايات الناس كانوا يامنوا باللي بدوك الحوايج هذوك هنا عطى الله كل شيء وما تيامنوش على حقاش كاين الكادوريم والطبيب والدوايات والمشحوت وداك الشيء كله.